الاولاد حاسين فيه بصعوبه شويه. الدرس بتاع ديكنبوز هنحاول نبسطه للاولاد لان في مجموعه من الافكار صعبه شويه، في افرق فرديه، في طالب هتيجي معاه من اول مره وفي طالب محتاج تكرار كذا مره. هنا المثال عندي بيقول ايه، 94 ماينس 45. هو هنا مش عايز يعملها ماينس عادي، لو كان عايز يعمل له ماينس عادي كان هيقول له 4 ماينس 5 اي كانت اي بور 1. لا، هو عايز يستغل ذكائه. لو انت معاك 94، معاك 94 واخوك عايز منك مثلا 45، انت هنا بتبص على رقم اليونتس، هنا 4، لو خلينا دي 4 يا مستر هتبقى سهله جدا، يعني لو دي 44 هتبقى سهلة جدا، الفور هتروح مع الفور، والناين دي اصلا عبارة عن فور وفايف بس كل واحدة فيهم تنس، يبقى خلاص مش هتبقى معايا الا 50. يبقى انا لو معايا ناين تنس، ناين تنس صرفت منهم فور تنس، يبقى هتبقى معايا فايف تنس، فايف تنس. طب ازاي يا مستر اعملها؟ اقول 94 ماينس 45. قلت بفكر اجيب اليونتس هنا شبه اليونتس هنا، لان هنا الرقم ده مش قريب من تنس، فهحاول اخلي دي 44. يبقى بدل ما هصرف 45 هصرف 44، بعدين اصرف 1 لوحده، يبقى احول 94 ماينس 44، طبعا ال 4 دي خلاص راحت مع ال 4 دي، وال 9 دي لما اشيل منها 4 هيبقى لي 5، يبقى 5 تنس، هتبقى 50، ناتج 50، ناتج 50. طب ال 50 دي لسه هنقص منها 1 كمان، ماينس 1 equal 49. تاني مسألة تانية يا شباب، هنا 73 minus 24 minus 24. تقول استنى مستر دي لو 23 هتبقى سهلة جدا، عشان 3 minus 3 equal 0. اقول لك ماشي، ما تخليها 23. يبقى انا هصرف الاول 23 وبعد كده هصرف 1، يبقى 73 minus 23، ال 3 راحت مع 3. طب وال 7 تنس لما اشيل منها 2 تنس هيتبقى 5 تنس، يعني اتبقى 50. بقى معايا 50 في جيبي، هصرف منهم 1، يبقى 50 ماينس 1 ايكوال 49. تاني يا شباب نعملوا واحده كمان، لو انا قلت مثلا معايا 68 هعمل منهم، هصرف منهم بدلا مثلا 19، هقول له استنى يا مستر 68 دي لو 8 ودي 8 تبقى سهله جدا، طب ما تصرف 18 بس، اصرف 18 بس، يبقى تكتب دي زي ما هي اهي 68 ماينس 18 ماينس 18، وبعد كده هعمل ماينس 1 كمان، هصرف 1 كمان، يبقى 68 لما اصرف منها ال 18 ال 8 راحت مع ال 8، وال 6 تنس لما اشيل منها 1 تنس هيتبقى 50. بقى معايا 50 يا مستر بس لسه هصرف 1، لسه هصرف 1، ماينس 1 ايكوال 49. واحد يقول لي يا مستر دي المسائل كلها بتطلع 49. لا طبعا ممكن مسائل تطلع ارقام تانية خالص حسب ما انت تفكر. طيب مسألة تانية بس هنا بقى قريبة من ال 10، يعني دي ممكن اخلي الزيرو ال 9 دي 0 او ال 9 دي 0، طالما قريبة 9 او 8 او 7 بقربها لل 10 على طول. ازاي؟ كان معايا 150، حبيت اصرف منهم 99، يا عم 99 ايه؟ ما انا ممكن اصرف 100 ويتبقى 1، صح كده، يبقى هقول 150 ماينس 100 هيتبقى 50، وانا اصلا ما صرفتش 100 انا صرفت 99، يعني هيتبقى معايا 1، يبقى 50 بلس 1 ايكوال 51 ايكوال 51. تاني يا شباب واحده شبه دي كمان، لو انا معايا مثلا 163 عايز اصرف منهم 99، يا مستر 99 دي كانها 100 كانها 100، يبقى ال 163 ماينس 100 ماينس 100 بس بعد ما هعمل منها ال 100 انا ما صرفتش 100، انا صرفت 99 هرجع ال 1، يبقى هعمل بلس 1 بلس 1، سيبك من 1 خالص، 163 هشيل منهم 100 هيتبقى لي 63، هرجع لهم ال 1 يبقى 64، يبقى 63 بلس 1 ايكوال 64. واحدة كمان يا مستر،
لو انا قلت مثلا معايا 235 عايز اصرف منهم يا مستر 199، ايه ده 199؟ مين شاطر يقول قريبه من مين؟ قريبه من 200، قريبه من 200. يبقى لو صرفت من هنا 200 هتبقى لي 35. طب انا ما صرفتش 200، انا صرفت اصلا 200 الا 1، يبقى هيتبقى معايا 36. تعال ننفذها، هنقوله 235 هعمل منها ماينس 200 مره واحده، بس خلي بالي لازم هزود 1، لازم هزود 1. 235 لما اشيل منهم 200 هيديني 35 هضيف عليهم ال 1 هتبقى 36. يا ريت كل ولي امر يكتب مسائل قريبه منها جدا ويكررها مع الولد كذا مره، طبعا دي فيها حساب عقلي جميله جدا وبتميز الاولاد، ويا ريت تعملها معاه شفوي، يعني تقول له معايا مثلا 140 عايز اصرف 99، يقول لك بدل ما تصرف 99 اصرف 100 يتبقى لك 40. طب وانت اصلا صرفت 99 يبقى 41. ونكررها مع الاولاد. الدرس بتاع ديكمبوز ده كنا احنا بنعمله في الفصل زي المسابقات كده، فانت اعمله في البيت زي المسابقه، وان شاء الله كلهم يكونوا شطار فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تنسى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم.